بعض. افتحوا لون الباب خليه يكون على الصاحي. بحب اعرفكم على الاستاذ نعيم عضو بالبرلمان، والاستاذ فايز موفد من وجهاء الشام، والاستاذ ايمن نائب وزير الاوقاف طبعا، والسيد ابو جودت رئيس الكراكون. وانتو بتعرفوه؟ اهلا وسهلا فيك يا شيخ عزام، انت واللي شرفونا معك، نورتوا الحاره. اهلين ابو جودت. اهلين ابو حاتم. شو وين العبيد؟ ما لا معترف لو فايكين على الحارة، ولا ما بده يستقبلنا يعني؟ شو أبو جودات؟ إحنا ما بنقدر نقوم بالواجب لما ما لنا قد المقام. العفو منك أبو حاتم، ما هيك القصد من كلامي، قصدي اشتقنا له للعقيد بدنا نشوفه. شوفك العافية. إيه يا جماعة، نحن جمعنا حالنا وقلنا نجي لعندكم على الحارة لنطمن على أحوالكم ونخبركم تضامننا الكامل معكم قلبا وقالبا. نحن حاولنا نتدخل بحل الأمور، ولكن على ما يبدو الأمور صعبة كتير. جناب المفوض السامي ما قبل نحكى معه بالموضوع غير بحل واحد. حل واحد؟ شو هو؟ بتسلموا حالكم والسلاح اللي عندكم، وقبل منا بتسلموا الأسرة. المفوض حدد مهلة لفجر يوم الجمعة. الحكي معنا خبر، سبقوا بعتونا رسالة بهالشي وخبرناهم انه نحن موافقين، بس هن مثل عادتهم غدارين وبواقين وما على كلامهم زمام. حاولوا يفوتوا على الحارة اكتر من مرة، بس شبابنا ورجالنا وقفوهم عند حدهم. واذا رجال الحارة ما سلموا انفسهم وما نفذوا كل هالشروط المخزية، شو ممكن يعملوا يعني؟ راح يقصفوا الحارة فوق روس اصحابها. القرارات صدرت لسلاح الطيران والمدفعية، يضربوها عن بكرة الأبد. صار له ساعة عم يعنوا انه ما بعرف شو خطوه. يا بخير ساعدني عبدو. ابو جودات؟ اي نعم ابو جودات. يعني لسه ما مات؟ لك هذا بسبعة رواح مثل القطاط ما بيموت. ماشي اتركه علي. شو بدك تساوي يا اخي؟ بدك اوصل؟ هلا ما رح اوصل، بس تباره عندي. بس ابو جودة ما رح يسكت لنا، والظاهر انه ناوي على الشر. خلصت عصام؟ خلصت بقى، قلت لك تباره عندي. وين رايح معتز؟ وين رايح؟ رايح تحلى عيونه بشوكي لهالواطي. يو وين راح اخوك يا مو؟ شو بيعرفني يا مو؟ شو بيعرفني؟ وانت ليش ما جبت نسوانك معك؟ ما بعرف يا مو، كل وحده منه نايمه عند اهلها، بعدين انا بصراحه ما بضيف. والخانم لطفيه ما بتقولي اني اشتقت لبنت ابني اجيب لي اياها شي نص ساعه زمان؟ ولا خلاص بس تروح لعند امها في ريال بتنسى واجباتها؟ خلاص يا مو، وحيات عيونك لجيب لك اياها بذات نفسي. ايه ما بسمع منك الا الحكي. لا يا مو، شو حكي ما حكي؟ عم اقول لك بدي اجيب لك اياها، يعني بدي اجيب لك اياها. بدك شي يا مو؟ اقعد يا مو شوي، ولا ما عاد ينقعد معي بقى؟ انت ما عاد ينقعد معك، لك انت البركه تبعنا. بس يا مو الحارة مشغولة كتير ونحن مستنفرين على الآخر. خير إن شاء الله. في وفد رسمي من الوجهات والمشايخ إجوا على الحارة، والظاهر يا مو إنه بدهم يحلوها. الله يسمع منك يا ابني، بكفي دقيقة على هالخليقة بقى. استناني يا مو لألبس مشان توصلني لعند أختك دلال. إيش شو عليه؟
وقعدونا بمحكمة عادلة، وبتتحل المسألة بحبس كم شاب من حارتكم وانتم بتختاروا. ايوه، معناته المطلوب منا هلا انه نقدم لهم كبش فدا. مو هيك بتتم الامور يا ابو حاتم. القصة وما فيها انه من الصعب ينحبس رجالنا وشبابنا كلهم. اي والله بتقوم القيامة بالشام. على كل حال يا جماعة، انا بتمنى ما تعتبرونا انه جايين نبلغكم القرار ونمشي. لا، نحن جايين نقلكم انه نحن معكم بقلوبنا وبعقولنا وبكل شيء بتحتاجوه. بارك الله فيكم يا جماعة، انتو كفيتوا ووفيتوا. بس عمل كل شيء في اتنين لازم يتسلموا، لانه هدول مجربين وبدهم اعدام. مو تكرم عينك ابو جودات، ولو غالي والطلب رخيص، بس ما بدنا نعرف انه هدول الاتنين اللي لازمون اعدام. عصام واخوه معتز. عصام واخوه معتز، وليش بدهم اعدام؟ عاملين لك شيء؟ لا ما عملوا لي شيء، بس هدول حرضوا وساعدوا على اقتحام المكفر وتهريب الموقوفين من النصارى. يا ابحاتي فتحي، شرفتونا يا رجال ومشكورة مساعيكم. قلوبنا معكم يا شيخ. بارك الله فيكم يا شيخ عزام. افتحوا لون الباب. السلام عليكم. ابو جودان، حسابنا لسه ما خلص، واللي جاي اكبر وراح تشوف. الله معك ابو جودات. عمي ابو حاتم، شيخي، كرمال الله لا تواخذوني يا جماعه، انا بعرف انه هالكلمتين اللي حكيتهم قدام الضيوف مو حلوين بحقكم، بس كان لازم احكيهم لابو جوده مشان ما يتمادى، لانه خسيس. وهي بوسه من راسكم. هالمره مرقت يا ابني، بس هيك حركات مي حلوة، وخص نص من الضيوف كانوا اشخاص كبارين ومقدرين. معك حق شيخي، معك حق. معتز، اللي عمي ابو حاتم، هدي لي حالك ابو ضاي. الله يرضى عليك، في ارواح معلقة برقبتنا. مر لي على الشباب كلياتهم وقول لهم الاجتماع عند ابو حاتم بالقهوة بعد اذان الظهر، ما حدا يتخلف. عيونك. شو ابو حاتم، شايفك مقروق كتير من اللي صار. اي والله مقروق يا شيخي، وعم بغلي من جواتي غلي. الفرنساويه ناويين يلعبوا فينا. يلعبوا فينا؟ شلون؟ عم يلعبوا على الحبلين يا شيخي. بدهم ايانا نسلم حالنا لهم مشان يعلقونا على حبل المشانق، وبنفس الوقت عم يسلبوه على وجهات اهل الشام ويقنعوهم انه القصه عاديه وبتنتهي بمحكمه لكم شاب نحن نختارهم من عنا. والحل ابو حاتم؟ الحل المكسر يا بطيخ. عندك واحد قهوه صدر العمد هون، ظبطها على كيف 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 بعينه. عم يتسير، عم يتسير. شلونك عم يتسير؟ الحمد لله خير. بدي اطمن عليك، اللي انت طلعوك؟ طلعوني امبارح بالليل، الله لا يوفقهم. ايه مالي عامل شيء؟ شيء مالك عامل شيء؟ ليش اخذوك على النظاره؟ فاتوا عندك على البيت. دخلوا لعندي هالبيت مشان يفوتوا على حاره الضبع من بيت المولي، بس ما زبطت معهم. انا حكيت مع اخي ابو ممدوح من ورا الحيط، وهو خبرني شو صار بالتفصيل. بري عليكم، لك الله محيي قصركم، ان شاء الله منصورين باذن الله يا عم ابتسير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عم ابتسير. هيك لك معناتها أبو أحمد وأبي يوسف لما ركضوا ركيد من القهوة راحوا يبلغوا حدا يخبر رجال حاط الضبع ليأخذوا حذرهم. شو حاسة يا مو؟ والله يا مو ماني حاسة بشي، مع إني بسمع إنه الحبلة بتتوحى. يعني ما عم يجي على بالك شيء أكلة؟ ما عم تكرهي شي ريحة؟
لا والله، حتى بيني وبينك الأكل مو جاي على بالي بنوم. أي هي تشكلي قاسي، لو حام مروح لك قابليتك. خالتي مجيدة هيك كانت الله يرحمها، بس أمي ما بيصير، لازم تغصبي حالك على الأكل. إيه هو هيك إن شاء الله يا مو. شلون صارت أم إبراهيم؟ لا الحمد لله صارت أحسن بكثير. إيه الحمد لله. ليش معزبة حالك مرت عمي؟ لا أيوه، أهلا وسهلا بسعاد خانم. أهلا فيكي. ما تواخذيني، ما عندي بن، عملت لكم زهورات. يسلموا هالديار. وديكي تسلميلي. أخليك شو صاير بالحارة؟ سمعت إنه الفرنساوية مسكرينا ومحاصرينا ومانعين عنا الأكل والمونة كلها. إيه والله يا أم إبراهيم، بس الشباب ما عم يقصروا، شو ما عم يلزم الحارة عم يأمنوا من برا. الله يحميهم ويخليهم لشبابهم. إيه أم إبراهيم، شلون رضاكي على دلال؟ شو قصده هذا الواطي معتز؟ ليرجع مرة تانية قوصني وزلني؟ إلا بشرت بعينك يا معتز، هالمرة وعي لك منيح وراح أتغدى فيك قبل ما تتعشى فيني. أنا بجودة لك، أنا بجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخل. احترامي سيدي. أهلي رشدوم، شو في؟ سيدي في شخص برا على الباب بده يقابل حضرتك. من هذا الشخص؟ شو بده مني؟ ما بعرف سيدي، بس عم يقول اسمه نوري. نوري نوري نوري، مين نوري؟ قال كان يخدم عندكم هون بالكاراكون سيدي. نوري نوري، تذكرتهم بلا، هذا العريف اللي كان يخدم عندي. بس شعر حرش، شلون طلع من الحبسات؟ خليه يفوت خليه يفوت. حاضر سيدي خليه يفوت. ايه وبعدين؟ واللي فهمته مختار انه وفد الوجهات فات على الحارة مشان يبلغ اهل حارة الضبع بنوايا لفوت الفرنساوي، بانه رح يضرب الحارة صباحية يوم الجمعة بالمدفعية اذا رجال حارة الضبع ما سلموا حالهم بالكامل. شي شلون هيك؟ كيف بدهم يسلموا حالهم بحالهم؟ حدا بيروح على المشنقة برجليه؟ والعم المختار بدنا نضل قاعدين وثابتين وعم نتفرج على اللي عم بيصير بحارة الضبع. لا عمي، نحن ما تعودنا نسكت عن حقنا ولا نسكت على الضيم. والنار نور مختار، بدي اياك ترافقني بمشوار، بدنا نروح لعند الوجهات وزعامات الحارات لنحطهم باللي استجد بالموضوع ونفهم منهم شو بيقدروا يساعدونا. انا حاضر مختار على حارك. شرف والله يا سيدي، حطوني بالمنفردة لحالي وضربوني وبهدلوني وبالاخير سرحوني من الخدمة وأكلوا علي تعويضي. لا حول ولا قوة إلا بالله، زعلتني كتير يا نوري، حرقت لي قلبي. بس يا أخي العا عليك أنت، كم مرة نبهتك فردك لا تتركه، دير بالك عليه. لك يا نوري ما ميت مرة قلت لك أنه فرد العسكري هو روحه وشرفه وعرضه. شحني أنا ما بتركه، دق وقت اللبناب نايمه جنب مني، لك فوت على الحمام فوته معي. إلا بس هي آخر مرة وقت اللي هجموا هدول المجرمين على المخفر سرقوه مني وقوصوني فيه. شو هالحكي سيدي؟ الثورجية هجموا على المخفر؟ هدولك لسه بيني ثورجية، هدول مو ثورجية، هدول قطاعين طرق، هدول جبناء تافهين، انت نوري هدول. بس انت احمد ربك وشكرا انك ما كنت موجود بقلب الحبس، لو كنت هون كان طار راسك من شرشه. اي والله الحمد لله يا سيدي الحمد لله. بس انا كمان يا سيدي انخرب بيتي وتسرحت من الخدمة وماني مخبي قرش ابيض ليومي الاسود. ما كنت الحق عليك؟ نسيت يا نوري؟ نسيت قديش كنت نباك وقول لك دير بالك، ضب ايدك حاجة تبحتر يمين وشمال، وحضرتك ما في، تبص ولاد، تبص ولاد، تبص ولاد، لحتى صرت على الحديدة، شرف كيف بدك طعمية؟ ايه والله يا سيدي صرت على الحديدة، لا وما في بايدي كار اشتغل فيه وطعمي ولادي منه. نوري، لا تزعل مني ها، أنت الحق عليك لازم تتحمل مسؤولية. ماشي سيدي، راح بتحمل مسؤولية. بس في بيني وبين الحرامي اللي سرق لي فردي تار، وتار كبير كتير يا سيدي. أخ بس لو أعرفه أعلى فيه بيوم الأيام وحياتك لأفرمه فرم. عم أملك هم أمره علشانك لا إلك شي شغلة تأكل منها خبز التردارك. تحرك. يعني ما رح تساعدوني سيدي؟ مش تساعدك ولا مش بدي ساعدك. حدا قال لك أني فاتح سبيل ملكية مثلا؟ واحد عم تطلع روح على حطي طالع الفرنك أعطيك يا روح روح بعد كم يوم رجع لعندي بلكي بكون فضيت بحكي لك مع شي حدا شغلك عنده. تحرك سيدي. يعني إذا بتعطوني كم ليرة بكون ممنونكم. لك روح لك روح عملك ما في ولا فرانك. يلا تحرك خلصني. أمرك سيدي. حاضر كتر خيرك. عدلك حمى على هالمنظر. قال شو بركي سيدي بتعطوني كم ليرة
اعطيك كامله لا ايوه والله عم يطلع بلعي لحتى اقنعه ناخذ منه كامله بتعطيك اياها يا حيوان بشير ايه دخيل عينك ما عرفت لي ليش ابو حاتم عامل الاجتماع بالقهوه لا والله يا مرزوق بس سمعت لك انه في جماعه اجوا على الحاره واجتمع فيهم ابو حاتم والشيخ عبد العليم خير ان شاء الله بشير ابو مرزوق بدل ما اقبل على الاجتماع ليش حدا دعاك على الاجتماع انت لا والله ما حدا دعاني بس انا بحياتي ما حضرت اجتماع على عضوات الحاره الله يوفقكم الله يوفقكم خذوا معكم باعتبارك واحد من اهل الحاره ما بيشايل تروح معنا امشي يعني نروح ولا ما نروح هلا امشي من تمساكن بدر شو بنا بس والله ما قلت لها فوزية انا لسه أكدوا على المهلة يلي عطونا ياها يعني ما عاد عندنا وقت إلا لفجر يوم الجمعة من شان نسلمهم السلاح اللي عنا كلياته والضابط ورفقاته بعد كل اللي عملناه نسلم حالنا صدقني يا أبو حاتم الموت عندي أول اللي طالبينه وأنا من رأي أبو قاسم ما عم نسلم حالنا مهما صار وبركدا نسلمنا حالنا من هون وعلقونا على مشنقة من هون ولي شو يعني بدنا نموت انت اسمعوا بس من ما سلمنا حالنا شو بدهم يعملوا عمي ابو حاتم بدهم يضربوا الحاره بالمدفعيه ابو حاتم انا ما حدا بلغني بالاجتماع بدر روح على البيت روح اب بدر يلا السلام عليكم انا جمعتكم مشان بلغكم باللي صار الموضوع يا جماعه كتير صعب وهن جادين باللي عم يقولوا ومنشان هيك بعتوا وجهاء من الحارات منشان يبلغوني بهالكلام نحن ما رح نستسلم عمي ابو حاتم وش كان بيسترجوا يضربوا رصاصه واحده على حارتنا رح نبعت لهم الضابط ورفقاته مقطعين تقطيع شو منستفيد وقتها يا معتز هدول الجيش عددهم كبير عندهم مدافع وسلاح ورشاشات وممكن يضربوا الحارة بالطيارات ويهدوها فوروسنا مثل ما عملوا بسيدي عمودة بقول لو تسمحوا لي بكلمة يا رجال فضل يا أبو أحمد أنا بشوف إنه فيش حل غير إنكم تتركوا الحارة وتاخذوا معاكم الأسرى لبرات الحارة قصدك نهره؟ مش الكل هم بيعرفوا مين بدهم بالاسم وأكيد ما رح ياخذوا لا الختايرة ولا العجز ولا الحريم لك شو هالحكي هذا ابو احمد شو هالحكي بدك انا نهرب من الحاره ونترك حريمنا وكبريت الحاره بدون حمايه الحامي الله يا معتز وهيك بتكونوا انتصرتوا عليهم وما نولتوهم اللي ببالهم كيف بقى ابو احمد هم طالبين روسكم وهذا الاشي ما رح يصير باذن الله وهم طالبين كمان الاسره تعوهم كمان هذا الاشي ما رح يصير فلما تاخذوهم لبرات الحاره حيكونوا ورقه رابحه بين ايديكم وباي وقت تضغطوا عليهم فيها انا مع ابو احمد باللي قالوا أحسن شي نجمع الرجال نحمل درب طريقنا ونطلع برات الحارة شو رأيكم؟ أنا مالي موافق الهريبة مالا مرجلة منوب عمي أبو حاتم مالا مرجلة أنا موافق خلينا نلعب فيهم وما نسلمهم دولنا مظبوط هذا كلام مظبوط صلوا على النبي يا جماعة صلوا على النبي النبي عليه الصلاة والسلام عندما أذن له رب العالمين بالهجرة من مكة إلى المدينة لم تكن الهجرة هروبا يا أخوان لم تكن هروبا بل كانت حقنا للدماء وأنا بشوف أنه حقن الدماء والحفاظ على أرواح شبابنا هي من أولى الأمور اللي لازم نفكر فيها بعقل وحكمة وروية لأنه رب العالمين أمرنا بالحفاظ على النفس كالحفاظ على الجوهرة النفيسة وما نفرط فيها إلا بإرادته يعني أنت موافق نطلع برات الحارة شيخي؟ إيه نعم أنا بأيد الأمر لكن بشرط ما نخلي الحارة من رجالها ومثل ما قال أبو أحمد الفرنساوي طالبين كم اسم منكم وبس والباقيين مو مهمين بالنسبة إلهم يعني مثلا أبو بدر ما بيعني لهم شيء أبدا ولا الحكيم حمزة ولا حتى أنا ولا أنا شيخي لأني لم ممكن أترك الحارة إذا بدي يعلقوني قدام باب حمامي هذا الحكي بكير علي أبو قاسم نحن منحط لايحة بأسماء اللي بدن يطلعوا واللي بدن يبقوا ولا شو رأيك شيخي هذا عين العقل يا أبو حاتم ليك بدأ أصطف على هالخبرية يا أبو بدر متأكد رح يضربوا الحارة بالمدفعية هيك فهمك بالاجتماع اللي أخذوني عليه عضوات الحارة لك أنا ما بدي روح ما بدي روح لا إلا بدك تروح يا أبو بدر ولازم تكون أول واحد قولي على أمتك يا فوزية قولي على أمتك يا فوزية رح تنتلسوا فاروسنا ولسه ما فرحنا بشغبنا يا أبو بدر شايفة يا فوزية شايفة الله يرحمك يا أمي شو كان عندك عين بصيرة وتشوفي لقدام الله يرحمك كانت قلي
اخرتك يا اب بدر رح تروح فطيس. قلتك فوزية رح نروح فطيس. لك شلون بنترك الحارة؟ قال نهرب من الحارة. قال اخي انت ليش جاهز حالك بحارة عصابة؟ بعد كل الحكي اللي سمعته ما بدك يعني جاهز؟ اخي انا ما رح اترك الحارة وهي الروح ما بياخدها الا بارية. بري عليك وانا كمان ما رح اترك الحارة. لا معتز انا شي وانت شي. شلون هي بقى عصام؟ عرب لي اياها. اخي انا متجوز حلمتين وعندي بنت صغيرة، ما رح اترك الحارة وبعد عنهم. هذا اول باشتان. وتاني باشتان الناس بيعرفوني انه انا مالي بالمشاكل وحمل البواريد والسلاح. اما انت ما بصير تضل تكي وحدة هون بالحارة، لانه يمكن انت اول راس مطلوب بعد خالي او شهاب. شبك معتز؟ ليش عم تطلع فيي؟ طيب وعلى فرض انا اجيت معك نسيان ابو جودت لك اخي؟ ابو جودت بده يانا، ما رح ينسانا ولا نسيتها. شو بنا لك معتز؟ مو على اساس دباره عندك شو نسيت؟ لا ما نسيت، وحياة عينك دباره عندي. يا عين عليك اخي. انا رايح لعند حماتي ام توفيق. السلام عليكم. يعني بنتك العصام معلش تبقى بيت حماها شيخي؟ اصلا ما بصير تطلع بيت حماها يا ابو قاسم، كان من المفروض عليها انها ترجع لبيت اهلها بعد ما تنهي، لكن موضوع حملها انهى لقدي وصارت عادتها بيت حماها واجب عليها شرعا، وما بصير تترك البيت والولاد الا بحالي وحدي انها تتزوج. كتر خيرك يا شيخي، هلا طمنت. خير تفضل. والله قربت. يخرب بيتك من حالك شو انك حوبه، ما صار لك ساعه محممتيها للبنت وقلت لك خليها بالاوضه حتى ما تاخذ برد، ما صدقتي على حالك ضلي طالع فيها لبرا يطلع بلعك من ضلعك ان شاء الله. ايه معلش يا مو، الدنيا حرائي جوا. قومي افتحي الباب يمكن رجعت امزكي. ما انت بتضل نايمة عندك امزكي؟ ليوم الساعة، انت شو بدك بهالعلاقة الفاضية؟ شو كفرنا عم نسأل؟ لك تعي لهون، وين اخذ البنت على باب الصالة هاتيها؟ تقبري قلبي ريته نعيما، والله طالعة مثل النفجة. انا عصام افتحي. يا ميت اهلين وسهلين ابن عمي. اهلين، يلا وين سعاد؟ جوا شو بدك فيها؟ بتتري هاتي لي اياها، بدي اخذها لعند امي لحتى تبات عند الليله. يو اسمعوا على السمعه، شلون يعني تبات عند الليله؟ والله مثل ما سمعتي، فوتي ناوليني اياها اوام. لا تخافي ولا على بالك يا تيتو، يو هدول امك وابوك عم يتناغشوا. اهلين وسهلين وعليكم السلام، اهلين وسهلين بصهري ومسند ظهري. اهلين حماتي ام توفيق. اهلين حماتي ام توفيق. خير يا طير، وليش صوتك عم بلعلع هيك؟ لاني عم بحكي مع بنتك وما عم تفهم علي، صايره بنص اعن. لا عم بفهم عليك، بس البنت هلا حممتها وحرام تطلع فيها على السقف. حطي عليه حرام، ما بيصلى شيء. لوين بده ياخذ البنت؟ قال بده يبيتها عند حماتي. يا شو هالحكي ابو العاص، صاير عم بتخربط كانه في بعقلك شيء. هلا لا تاخذوا وتعطوا معي انت التنتين، ماني رايق لكم. هاتي البنت. هاتي البنت عم اقول لك. ليك يخرب من حالك، ليك شفتي شو عم تعمل فيني حماسي؟ بدل ما ودي طيق. لا عم ضربها الام عصام، شو قلنا قويه وقادره. من طول عمرها قليله اصل وعنيده وما بتعمل الا اللي براسها. ولك مين؟ انا بدك تفتحي. لك شبك شبك طالع صوتك لبرا. من عمايل مقصوفة الرقبة يا ام عصام. قولي علينا، رجعنا ردينا للخناق والقيل والقال. طيب شو عامله هلا سعاد؟ شو عامله قليلي؟ فوتي هلا خلينا ندولها وبعدين بحكي لك. الهي يكسر بخاطرها مثل ما كسرت بخاطر هالبنت. فوتي. روحي. قل اعوذ برب الفلق، بدهم يضربوا الحاره بالمدافع. ايه والله يا عم. شو ما عندهم كبير هدول؟ وقال شو؟ رجال الحاره بده ايانا نهرب منها. قولي على عمتي، تهربوا وين بدكم تروحوا؟ والله ما بعرف. قال على الحي الله قرني فيه امانه. شو بدهم يفضوا الحارة من رجالة؟ لا يا ملاء، بده يضل فيها كم واحد، بس اللي بده يهربوا هن اللي عليهم العين. وانت اللي عليك العين يا مو. هيك الظاهر يا مو، هيك الظاهر يا ست العباد.
روح ربي يحرسك ويرد عنك كل عين رديه يا حق. مين جاينا يا عمو؟ يا اختك بوران وولادها يا عصام. يا رب يا رب ليش هيك عم يصير معنا؟ والله ما عاد اعرف شو بدي ساوي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله وكان فيني عطاء خير. على مالك خاطر على رزقك. مرحبا يا مو. تعالي يا مو. جبت لي الصغيره. انا وعدتك يا مو ووعد الحر دين، هات ايدي. الله يرضى عليك وعلى اخوك بجال حبيب محمد. هات اخي هات هات. امسكي يا مو امسكي. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. توبري قلبي يا تيتي شو اشتقت لك. توبريني شو حليانه وكبران. لا تيتي لا 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 توبريني لا. لا يا عمري لا. أنا تيتي. عبال ما نشوف ولادك أخي. الله كريم يا صاحب. الله كريم. اهدي بقى مصيري. امسحي دموعك وحاجتك ولدنك. ستة واخدتها تشوفها شو فيها؟ يا خدها عزرائيل بليلة ما فيها ضوء قمر على قد ما أنا مكيودة ومدودة. خلص بقى أنت التانية. يبليك بحم على هالفصول. أنا بهديها وأنت بتجي بتشعليها. تشعل بنار جهنم إلهي وتشفى وتدفع على عظيماتها وهي عم تتشوى وتتألى. لك هالمقصوفة الرقبة هالمغضوبة هي ما بيهدى لبال ولا بيهنى لعيش إذا ما غازتها وطققتها لبنتي. لك بدي أفهم أنتوا التنتين ليش مكبرين القصة؟ قال كبرها بتكبر صغرها بتصغر شو بكون؟ يعني حماتي بدها تنيم سقعد عندها وبدك يعني ما كبرها؟ الله يرحم أهل أول اللي قالوا إنه العقل زينة لبني آدم. شلون حماتك بدها تنيم البنت عندها وهي بترضع منك؟ قليلي يوه شلون نسيت اني انا عم رضع؟ شفتي حماتك بدها تبعت لك البنت مع عصام بس عم تستنى لتشوفها بتشبع منها ما فيها شي. إيه لكان ليش هيك عمل عصام معي؟ منك منك انتي لانه انتي مزعلتي اخدي وعاطية معه حب يكيدك ويغيظك قام عمل هالفصل. شبك فريال لك ما تحكي له شي كلمة بس انتي شاطرة تشعلي الكبري. يو وانا شو خصني؟ اتصطفل منا لجوزة. المثل بيقلك يا امزكي يا داخل بين البصلة وقشرتها ما بينوبك الا ريحتها. قولي على قامتي شلون بدك تطلع من الحارة وتتركنا؟ ده فرض علينا يا حرمي. الوضع تأزم بيننا وبين العسكر كتير والفرنساوية مهددين يقصفوا الحارة اذا ما سلمنا حالنا. وانا مالي رايد عرض الحارة للويلات بسببنا. شلون بتأمن تتركنا وتطلع من الحارة؟ الأمام يا رب العالمين يا حرمي. معاتين انتي اخت رجال ما بدك مني علمك شلون تكوني حكيمة. انتي قد القد وزود الزود وانا بعرف مين تارك وراي. بس انا خايفة عليك. خايفة عليك تروح وتختفي وتنقطع اخبارك مثل ما اختفى صهرك وانقطعت اخباره عنك. والله أعلم ما حدا بيعرفه عايش ولا ميت. يو يا رامتي يا أبو الحليمة. يبعت لك الدفشة يا أمزكي على هالعملة. هي أول مرة بعرف إنك بتحني شعري. أنا بحني شعراتي شو فيها اسم الله على بدني لساني صبية وحلوة وظريفة. بتحبي حني لك شعراتك معي؟ لا أيها الحمد لله أنا ما في بشعري ولا وحدة شايبة. إيه روحي تضربي أنت والشعرتين ونص اللي ناتعتيهم براسي. بالله شو قصدك إنه في براسي شعر شايب؟ إيه في براسك شعر شايب. لك كمان الشيب بيخبي حاله الأعمى بشوفه. شو ما عندك مراية بالبيت؟ طلعي شوي. طيب وليلة طفية أنا في براسي شعر شاية؟ ايه يا مو بيلتقى كم وحدة؟ ايه لي اضيعي ما تلتقي انت وياها ان شاء الله. قال بيلتقى قال امي الله يرحمها ماتت وعمرها 80 سنة وما في ولا شعرها شايبة براسها اصلا كلها تمام من شيب. روحي شوفي مين على الباب وليه؟ لقيتي ما حطيتي الزيتة؟ يلا حطي حطي شوي 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 لا تدري. يلا يلا اهلين ابن عمي. اهلين. سمي سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. شو ابن عمي شايفتك ما طولت كنت خلي مرت عمي تشبع منها. مش الحال شافتها. شو بدي قلك قبل اذان المغرب اجي لهون واخذك على البيت فهمتي؟
لا ايو انا مرتاحة هون، بعدين انت ما عم تقعد بالبيت. مزبوط ما عم بقعد بالبيت، بس ما اشتقتي لي للطوف؟ قصدك انه درتي هدى نايمة عند بيت اهلها اليوم؟ يا عين عليكي شو فتحة. ايه هدى نايمة عند اهلها الليلة. بدك شي؟ بدي سلامتك ابن عمي. لا تنسي ها قبل المغرب بتجهزي حالك. ايه لا شو انسى ما انسى. يلا السلام عليكم. مع السلامة ابن عمي. شو صاير؟ عم تقتل بحالها وتبكي. الظاهر سمعتنا لما جبنا سيرة جوزها. يعني عرفت الحقيقة؟ اي والله عرفت. ماشي انا فايت عندها. هاتي يامي يامو مطيعة روحي ساوي لك كاسة ليمون. انا بساوي لها يامو. اضرب على حظك يا بنتي، مدري مين صايبك بالعين. يا بشريفة أنا بعرفك أقوى منك كتير، أنت بكري بالدنيا، يعني أنت سندي وأنا هذا عشمي فيك. يا بي نحن خبينا عنك الخبر مشان ما تزعلي وتنهري، مشان ما تساوي بحالك شي لا سمح الله. جوزك لحد هلا ما وصلنا منه خبر، يعني لحد هلا ما حدا بيعرف عنه شيء، وبدنا نستنى لك بنتي، يعني لحد هلا بجوز يكون عايش. عايش وينه يا بي؟ وين راح؟ ليش اختفى ما عاد بين له اثر؟ علمه عند الله لك يا بي، بجوز يكون متصاوي حدا اخده على شي ضيعة وعم يداوي هنيك، او بجوز يكونوا لفرنساوية ماسكينه مثلا وحابسينه بشي قرني، يعني احتمال كبير يكون لساته عايش لك يا بي، والغايب عذره معه وما بنقدر نحكي شي لحتى يجي ويقلنا. الله يرضى عليكي، خلي املك بالله، انت بنت مؤمنة ولازم ترضي بقضاء الله وقدره. لا اله الا الله. كانت النصيحة بجمل، هلأ صارت النصيحة بضيحة. قولي على بنات هالأيام حوبي حوبي، وكل عمرك رح تضلي حوبي. ليش يا ما بتقولي عني حوبي؟ لك مشان الله عم تسألني ليش؟ كم مرة فهمتك لا تندلقي على جوزك، تقلي عليه لا تعطيه وش انت ما بده. لك فريال فريال بليكي بدأ إن أرزان إلهي، شو دخلك بين المرة وجوزها؟ امزكي ببوس إيدك، كسبي حالك ولا تتدخلي بيني وبين بنتي، بيكون أحسن لك. ايه مثل ما بدك. ها وهي خرست. ولك منظومي، مو انت تخانقتي انت وجوزك مشان البنت واخذ غصب عنك مشان يورجيها لامه؟ لا وهددك انه حيبيت عندها. ايه يا مو بس يعني عصام طيب دغري رجعها. قولي قولي تخلالك بلد، لك اخ منك اخ، لك شو اعمل؟ دق المي وهي مي. لك امزك احكي لك كلمه، ببوس ايدك احكي لك كلمه، ولا عم تستني فور الدمي لحتى تنبسطي انت الثانيه؟ لا تقبريني، عم بستناكي حتى تنحرقي حرق حتى يشفى غليلي منك. لك صرعتني لك صرعتني. لك يا ابو بدر شو صار معك؟ ولك ساعة مشان كاسة بابونة، شو بنحلي ما طلبنا منك هالشيء؟ لك ما عم عايش على البابور. ليه وما في كاس؟ وين حاطة الكاس؟ ما عنا، روح جيب تقبرني. من وين بدي اجيب لك كاسة لفازية؟ شو بيعرفني؟ أنا رجال ولا أنت؟ قال منين بدي اجيب كاس؟ روح دبر راسك. الله يرحمك يا عمي. تبقى احداها إلهي. إيه والله
الله الله يسلم الدياك يا ابو يوسف. اهلين ابو العز. تريها خالت ابوك لها وحشه يا زلمه، اشتقت لها. لك لك صعي هي حرمه بالشكل، اي بس علي جيره بتطلع، بتطلع قد 60 زلمه. انت مش عارف اشي، ما هي حامله فرد بين ثيابها. اه والله. لك صعي لك ابو يوسف؟ اه، وحكالي ابوي الله يرحمه انها سكرت حاره بحالها عشان تخلص جوزها من ايدين العسكر العثمانلي. اي بصدقك بصدقك، لانه الخطره الماضيه لما فاتت لعنا على الحاره الله وكيلك حكت معي كلمتين شروي غروي، عليم الله شوي تاني كنت عوصتها. زي ما عملت فيني اول ما شفتها. لك ابو احمد، انتو شو الله جابركم تضلوا عنا هون بالحاره؟ اي والله مشاكلكم بتكفي وبتوفي فلسطين. فتح عينيك، لو كنت مكاني وجاي تزورني فلسطين وشفت الانجليز عمالهم يزلونا ويحكمونا بالنار والحديد والعصابات اليهودية عمالها تأكل من أرضنا زي الجراد، إيش بتسوي؟ مش بتحمل برودة زينا وتوقف ضد الظلم؟ معك حق أبو أحمد، معك حق، الظلم الله ما بيريده. أقول لك قاصدين الله وقاصدينك، فردين إلي ولأخوك أبو أحمد. لعيونكم شباب، لعيونكم، أحلى فردين هلأ بيخدموا شواربكم. شرف حكيم. يسلم ايديك يا عبدو. مسك شربه يا عويه سخنه، كل اللي صاير معه شويه برد عادي. شو كان؟ ها حكيم هون، خير شو في؟ ما في شيء معلمي، ما في شيء، عرضيه بس هذا الضابط مدري شو قصته، يمكنه مرضان شوي. خير خير، الله يعطيك العافية حكيم. الله يعافيك عمي أبو قاسي. طمني شو صاير معه هذا الضابط؟ خير عمي، شوية برد بس. عبدو مور بعلمي، بقيان عنا سكر وشاي؟ من خير الله بقيان. احروق عملنا كاستين إلي وللحكيم. اي مو على عيني انت والحكيم. تسلم لي يا عم. شرف. طول بالك أخي كرمال الله، طول بالك، استحمل شوي شباب. كرمال الله خاطرك، طول بالك رح نبعث نجيب الحكيم حتى طول بالك. يا ربي خاطرك خاطرك يا ربي، شو عم تساوي شو عم تساوي؟ خاطر عم يتوجع كثير. تعطي ورا الحكيم يجي بسرعة، هذا يخبر يجي قبل ما يروح بين ايدينا. ليش انا بعرف وينه لحتى ابعت وراه؟ انا رايح. كابي لوين بدك تروح؟ رايح نادي له. كابي ليش انت قدران تمشي على رجليك لحتى تروح؟ لا لا قدران امشي، تركيني تركيني يا ابي تركيني، الله يرضى عليك. يا رب يا رب تبعث لنا الحكيم حمزه ورياض، يا رب. عمي ابو خاطر وين رايح؟ رايح نادي الحكيم حمزة. خير خير؟ خاطر تعبان كثير يا بدر. لا ارجع انت لجوا عمي ابو خاطر، وانا بنادي له للحكيم وما برجع الا رجلي على رجله. يعني بقدر امن فيك؟ معلوم انت حط لي هي عندك. كثر خيرك. يلا السلام عليكم. كثر خيرك يا ابني. هي دكانه ابي الله يرحمه، وانا هلا عم بشتغل فيها بالحلاقه، واخي معتز كان عم يشتغل بالعطاره. بس اخي معتز في بين ايديك هار نحاس، اشطر معلم نحاس بالشام كله. والله عسلامتكم، زينه الشباب والله. شرف ابو احمد، شرف ابو يوسف، هي احلى فردين ليخدموا شواربكم، وهي شويه فشك. والله انك اصيل يا ابو العز، الله يرحم ابوك. تعيش وترحم عمي. تسلم ايديك يا ابو العز. الله يسلمك اخي، الله يوفقك، دير بالك كثير على السلاح اللي فوق وتربس باب الدكان منيح. ولا يهمك اخي، السلاح بامان. يا حكيم حمزة، يا حكيم حمزة، مسكر وين راح؟ أنا ما بدي رأي هلا. يا ربي يا ربي. أبو ناصر شفت لي حكيم حمزة شي؟ لا ما شفته. لا ما شفته. لا عم بقلبك يا أبو ناصر، شو إنه وشك ما بضحك للريف السخن. وين بيسأل عنه؟ هذا مالي غير عمي أبو خاتم، وراح أسأل عنه. مرحبا سيد معتز.
فضحتنا، شو بدك؟ ما بدي شيء، بدي اسالك تعرفني وين الحكيم حمزة؟ اعطي صوتك احسن ما هر لك اسنانك، شو بدك منه؟ عمي ابو خاطر بده اياه، شنو خاطر كثير تعبان. مين قال لك الحكيم؟ عمي ابو خاطر كان طالع وعم يتعكس على حكاسته وعم يتسند على الحيطان، انا قلت له وين رايح يا حبيبي؟ امشي مع مني حكيم، امشي مع مني غير ما تشوفي خاطر تعبان كثير، امشي يلا يلا شدادك حكيم شدادك سلموني يا عبدو. انا لا حقه، دير بالك عبدو. امرك امرك معلمي، يلا بالسلامه. يا لطيف الله يفرج علينا احسن شيء.